بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنتعلم من خلال هذا الفيديو المناقشة البيانية من الشكل هذا الذي يظهر أمامكم، من الشكل f ل x يساوي m x زائد 1. بعد ما تحدثنا عن الفيديوهات التي من قبل، تحدثنا عن f ل x تساوي لنا a m زائد b. قلنا دائما مستقيم يأتي أفقي، هكذا أبنائي مهما كان فهو أفقي. أما في هذه الحالة فحالة تختلف عن الحالة السابقة التي نشرناها على قناة اليوتيوب. قال سي اف دالة معرفة على ار نجمة، يعني كل الأعداد ما عدا الصفر. سي اف منحناها البياني الممثل في معلم متعامد ومتجانس او اي جي، ناقش بيانيا عدد وإشارة حلول المعادلة. لاحظوا f ل x يساوي لنا m x زائد 1. علما، هنا أضاف علم، يجب أن يكون هناك علم، أن t مماس للمنحني سي f ذو المعادلة. لاحظوا هذا هو معادلة t في الفاصلة x يساوي لنا 1.5. هذا السؤال علما ربما مرات يعطى في المسألة، أو مرات تكون أنت لك علاقة، يعني قمت بحسابه من قبل، ثم يقول ناقش تكون لك يعني دراية بهذه لأنها لها علاقة وطيدة مع هذه المعادلة، هذا المماس الذي سوف تقوم بحسابه في الدالة أو يعطى لك. الآن نحن نعلم أبنائي، ها هو المنحنى أمامنا، ها هو المنحنى أمامنا كما هو يظهر أمامكم. إلا أنه نحن نعلم أبنائي أن كل مستقيم له معادلة من هذا الشكل، Y يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا A X هكذا زائد ماذا؟ زائد B. هذه هي معادلة أي مستقيم، يكتب هكذا. إذا قلنا Y نقول أنه مستقيم، إذا قلنا F ل X يساوي لنا AX زائد B تسمى الدالة التآلفية. الآن هنا ماذا يمثل لنا هذه الأعداد التي باللون الأخضر؟ A ماذا يمثل؟ A يمثل دائما معامل التوجيه. ما معنى كلمة معامل التوجيه؟ يعني ميلان المستقيم، يعني المستقيم يمكن أن يكون بهذه الميلان، كما يمكن مثلا أن يكون هكذا مائلا يعني بهذه الزاوية ألفا، كما يمكن أن يكون مائلا هكذا بهذه الزاوية بيتا، كما يمكن أن يكون مائلا هكذا بهذه الزاوية الأخرى من هنا إلى هنا. إذا هذه لا نقول الزاوية، نقول تانجونت هذه الزاوية، يعني هذا يمثل أبنائي الـ A يمثل تانجونت ميل المستقيم، هذه بالدرجة الأولى. أما الـ B هذا الـ B يمثل تقاطع مع محور التراتيب اللي هو Y Y فتحة، هذه دائما هذه البي تمثل نقطة التقاطع. يعني أين تمثل؟ يعني لو جئنا إلى هنا إلى المنحنى، نقاط التقاطع هذه التي تظهر هنا باللون الأسود أريها إياكم هي التي تمثل البي، هذه بالدرجة الأولى. الآن عندنا ماذا؟ عندنا هو قال ناقش بيانيا حلول المعادلة f ل x يساوي لنا m x زائد 1، يعني ال b هنا كم؟ لاحظوا ال b 1، وال a ماذا أصبح بالمطابقة؟ يصبح m، لأن ال x لاحظوا يساوي ال x، وال a يساوي ال m، وال b يساوي ال 1 يعني ثابت، وال y ماذا يساوي؟ يساوي لنا ال f ل x، يعني y يصبح هو ال f ل x. ركزوا أرجوكم، ما معناه؟ معناه أننا نلاحظ جيدا، معناه أن نقول حلول هكذا بهذه اللغة، حلول المعادلة f ل x يساوي لنا m x زائد 1 هي ماذا؟ إذن قلنا حلول المعادلة f ل x يساوي لنا m x زائد 1 هي ماذا؟ نقول هي فواصل، لاحظوا هي فواصل، لاحظوا إلى هذه الكلمة، نقاط تقاطع
تقاطع ماذا؟ تقاطع سي اف اللي هو المنحني و المستقيم. ما هو المستقيم؟ المستقيم هو لاحظوا اي يساوي نا ام اكس زائد واحد. يعني في هذا التفسير البياني لهذه العبارة هو ماذا؟ هو اي هو المستقيم اي يساوي نا ام اكس زائد واحد. الآن نأتي مباشرة إلى المنحنى ونبدأ بالمناقشة. لاحظوا جيدا أبنائي، إذا أولا ماذا يمثل لنا، ماذا يمثل لنا هذا الآم؟ يمثل الميل، يمثل معامل التوجيه. إذا معامل التوجيه أبنائي، معامل التوجيه هو ماذا؟ يعني بصفة في الدائرة المثلثية هو تانجنت الزاوية. إذا قلنا تانجنت الزاوية ألفا، إذا تانجنت الزاوية ألفا هذا هو يمثل ام. الآن نبدأ في إليكم بعض الزوايا الشهيرة. لاحظوا التانجنت لها، يعني ربما نحتاجهم. ها هم الزوايا الشهيرة، لاحظوا إلى الزوايا الشهيرة عندنا تانجنت الصفر هو الصفر، تانجنت بي على 6 اللي هي 180 على 6 اللي هي 30 درجة، ها هي جذر 3 على 3، بي على 4 هي الواحد، بي على 3 اللي هي 60 درجة هي جذر 3، وبي على 2 هو ماذا؟ غير موجود. غير موجود يعني لماذا؟ لأن التانجنت أبنائي، التانجنت إكس يساوي لنا الكوسينوس هكذا على الكوسينس، إلا أن الكوسينس 90 درجة كم هو أبنائي؟ هو صفر، ولا يمكن أن نقول سينس بي على 2 على صفر، هذا غير موجود في الرياضيات. إذا تانجنت 90 درجة هو غير موجود. الآن سنبدأ في عملية الشرح. إذا إليكم المستقيم، ها هو المستقيم أبنائي، لاحظوا جيدا. إذا ها هو المستقيم الذي يظهر أمامكم، سنقوم بجلبه الآن إلى المنحني ونبدأ بالمناقشة نقطة بنقطة. تابعوا جيدا، ها هو المستقيم سيتنقل إلى هذا المكان، لاحظوا جيدا. إلا أنه عندنا لما نقول إيغراج يساوي، الإيغراج إشارته من ماذا؟ تنطلق من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، هذا هو الأمر الأول. هنا أبنائي لو نأتي الآن إلى رسم، أولا إلى رسم هذا المستقيم اللي هو المماس، أكيد لما نرسم باستعمال الجدول المساعد، بالجدول المساعد أكيد سيكون المماس هو هذا الذي تلاحظونه، يمر من هذا المكان هنا. سنستعمل ها هو المماس، لاحظوا عفوا المماس يكون في هذه الأمكنة هكذا، هذا هو المماس يا أبنائي هكذا، ثم من هنا نكمله هكذا، هذا هو المماس تي. إذن هذا هو المماس تي. الآن يعني المستقيم هذا كيف يمكن له أن يسير؟ أكيد سيبدأ بعملية الدوران، هذه هي أهم شيء يمكن لكم أن تعلموه، أن يمكن له أن يبدأ بالدوران هكذا. ننتبه جيدا هكذا في النقطة واحد، ثم يبدأ بالتنقل هكذا، لاحظوا جيدا هكذا إلى غاية هذا المكان. إذن أولا لاحظوا أعيد الكرة، كان هكذا ثم يبدأ بالدوران هكذا، لاحظوا هكذا هو يدور أمامكم حتى وصل إلى هنا. الآن لاحظوا كم من نقطة يتقاطع فيها مع هذا المنحني، لاحظوا جيدا، أعيد الكرة أمامكم حتى تعلموا لأن أمر مهم جدا. ها هو أمامكم، لاحظوا
لاحظ جيدا، ها هو أمامكم، لاحظوا. إذا كم؟ لو نأتي ونبدأ بعملية هكذا، نلاحظ أنه يوجد لنا كم؟ يوجد لنا نقطتان، أو ماذا؟ نعم نقطتين، ها هي نقطة وهي نقطة أخرى. لو نسقطها هكذا كم تكون؟ يكون حلان كيف هما موجبان، لا يمكن أن نقول واحد إنما حل، وهنا كذلك موجب وهذا موجب، إلا أن نبدأ بالأول. لاحظوا، إذن نقول أن المستقيم سينطلق من ماذا؟ من الميل ناقص ما لا نهاية، لأنه يتبع الإقلاق، الإقلاق ينطلق من ناقص ما لا نهاية، هي الناقص ما لا نهاية، هنا الناقص ما لا نهاية. نقول أم ينتمي من ماذا؟ من هذا المكان، كم يكون هنا التونجنت؟ يكون ناقص ما لا نهاية. إذا من ماذا نبدأ؟ نعلم أن التونجنت هنا ناقص ما لا نهاية، وهنا لاحظوا لو نأتي إلى الدائرة المثلثية ونقوم برسم دائرة هكذا أبنائي، ها هي مثلا دائرة للتوضيح حتى تتعلموا هذه الأشياء. هنا عندنا ناقص ما لا نهاية، وهنا يكون في هذا المكان ناقص واحد اللي هي ناقص 45 درجة، هنا كم يكون التونجنت؟ هنا يكون صفر، هنا كم يكون؟ يكون واحد على خمسة، لأن المستقيم هو إيكلاك يساوي لنا واحد على خمسة إكس زائد واحد، هذا هو الآم، لأن الآم قلنا هو التونجنت. ثم هنا كم يكون في الخمسة وأربعون؟ يكون الواحد، وهنا عند الزائد ما هي؟ يكون زائد ما لا نهاية. هذه هي الأماكن التي يمكن لنا أن نناقش فيها فقط. نتابع جيدا أبنائي حتى نبدأ بالمناقشة. إذا هنا بعد ما قلت هذه العملية، نقول آم ينطلق من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا؟ لاحظوا، نبدأ أمامكم بعملية سير المستقيم، ولاحظوا هل هو، لاحظوا سنبدأ، إذا ركزوا جيدا معي أبنائي، ها هو المستقيم، ها هو أمامكم، يبدأ بعملية الدوران هكذا، هو يدور لكن يدور في هذه النقطة الثابتة، لاحظوا جيدا، قلت النقطة الثابتة هي الواحد دائما، مهما كان يبقى في النقطة واحد ويدور هكذا، إلا أنه دائما ركزوا أنه في هذه النقطة وهو يدور. إذا لاحظوا ها هو أمامكم، أصبح يدور هكذا أبنائي، هكذا وأصبح يدور. كم يقطع المنحني؟ لاحظوا كم يقطع المنحني، لاحظوا هو يقطعه في ماذا؟ في نقطتين، قيمة موجبة، ها هي قيمة سالبة، وهنا قيمة كيف هي؟ موجبة، إلى غاية ماذا؟ لو تلاحظوا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية هذا، يعني يدور 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 إلى غاية هذا المكان، ينطلق من هنا هكذا يدور إلى غاية هذا المكان، يعني يكمل هكذا سيره هكذا في هذا المكان، دائما النقطة هي الواحد التي هنا أريكم إياها، يدور 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 إلى أن يصل إلى هذه النقطة هنا هكذا، عفوا هكذا أبنائي. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول إلى غاية الصفر يوجد حلان كيف هما؟ متميزان، متميزان بالدرجة الأولى، ومختلفان، مختلفان في ماذا؟ في الإشارة، مختلفان في الإشارة أبنائي. لماذا؟ لأن يكون حل في هذه الجهة، هنا وهنا وهنا، كما يكون كذلك في هذه الأماكن، هنا يعني في الجهة الزائد بالنسبة إلى الإكس، يعني لا نحن نتحدث عن الإكراك. هذه في الدرجة الأولى أن قلنا يكون هكذا. الآن سيكمل المسير، لاحظوا جيدا
ها هو يكمل المسير. دائما انظروا أبنائي أنه ثابت في هذه النقطة، مهما كان سيكون ثابت، يكمل مسيره. لاحظوا، ها هو أكمل مسيره، يعني الدوران لما نقول مسير، هكذا إلى غاية هذا المكان. لاحظوا هذا المكان، نعم إلى غاية هنا. كم يوجد لنا من حل؟ لاحظوا من قبل، لاحظوا ربما، لاحظوا هكذا، كم من حل يوجد؟ أولا لما يكون هنا عند الصفر كم يوجد من حل؟ نقول آم يساوي كم؟ الصفر. كم يوجد من حل؟ ها هو حل وها هو حل، نعلم قيمهم، ها هي القيمة وها هي القيمة. للمعادلة حلان هما ماذا؟ إكس يساوي واحد وإكس يساوي ناقص واحد. ها هو أمامكم أبنائي هنا، دائما انظروا إلى محور الفواصل. الآن بعد ما أكمل إلى آم يساوي الصفر نكمل السير. ها هو السير، قلنا نكمله هكذا بهذا الدوران. لاحظوا جيدا هكذا. تعالوا دائما إلى النقطة هذه، كم يوجد لنا من حل أبنائي؟ كم يوجد لنا من حل؟ لو تلاحظوا جيدا يوجد لنا أربعة حلول. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ أنه أربعة حلول وهو لا يظهر؟ لاحظوا هكذا، سنقوم بتكبير المنحنى حتى تلاحظوا هذه بأم عيونكم. هكذا نعم، حتى تظهر لكم جليا. ها هو المنحنى، نقوم بتدويره هكذا المستقيم. نعم ها هو أمامكم، نكمل هكذا. لاحظوا ها هو المستقيم وها هو، لاحظوا نعم هكذا. يوجد لنا لو نلاحظ جيدا سنرقب أنه يقطعه في أربعة حلول مهما كان. لو نرسم مستقيم من عندنا حتى يظهر لكم جليا، لاحظوا وهذا نفسه نرسمه من هنا، كم يقطعه يا ترى؟ يقطعه في حلين، ها هو واحد وها عفوا ها هو نسقطه على محور الفواصل، ها هو حل وها هو حل آخر، اثنان موجبان وها هو حل موجب وها هو حل موجب. كم يوجد لنا من حل؟ يوجد لنا أربعة حلول. إذا نقول آم ينتمي من هذا المكان إلى من هذا المكان اللي هو الصفر إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا المكان. هذا المكان ما هو هذا المكان أبنائي؟ هو المماس تي. والمماس تي أبنائي قلنا معادلته إيغريك يساوي لنا واحد على خمسة إكس زائد واحد. والمعادلة المستقيم الذي ندرسها هي آم إكس زائد واحد. اجعلوا المطابقة، آم كم يصبح يساوي؟ يساوي لنا خمس. يعني آم ينطلق من هذا المكان وها هو المستقيم إلى غاية هذا المكان، يعني وهذا المكان كم ميله؟ خمس، اللي هو واحد على خمسة. للمعادلة أربعة حلول، اثنان موجبان واثنان سالبان. ها هو سالب 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 موجب وموجب. الآن الحالة الأخيرة، ما هي الحالة الأخيرة أبنائي؟ الحالة الأخيرة لما يكون المستقيم في هذا المكان هنا، هنا يكون هو نفسه ماذا؟ هو نفسه التي. كم من حل؟ ها هو حل
اللي هو 1.5، وها هو حل آخر هو 1 ناقص 1.5. كم يكون الآن في هذا المكان؟ لاحظوا إيجراج يساوينا 1/5x+1، ها هو أمامكم. إذن الحالة الأخيرة نقول آم يساوي 1/5 للمعادلة حلان هما، نعرف قيمه مباشرة، ها هو وها هو، إكس يساوي لنا -1.5 وإكس يساوي لنا 1.5. هذه هي المناقشة فقط. يعني بعمل آخر، ربما فيكم من لم يفهم، ربما يقول أنا لم أفهم يا أستاذ. تخيل أنك لك مدور، لاحظ أن لك مدور فقط، لاحظوا جيدا، سنقوم بالتصغير هكذا. لو نقوم بجلب مدور يعني مثل الدائرة، هذا يشبه الدائرة، يعني بأبسط الطرق أنه يشبه دائرة. ها هو المدور، لاحظوا أبنائي، هذا المدور ها هو في هذا المكان يدور. لاحظوا هنا في هذا المكان يدور، وأصبح يدور كما تلاحظون، يعني المدور هكذا هو هنا الصفر، إلا أنه نحن نتحدث عن الصفر، نتحدث لما يكون من هذا المكان ويبدأ بالدوران. لاحظوا كم يقطعه، لاحظوا جيدا إلى غاية هذا المكان كم يقطعه يا ترى؟ لاحظوا يقطعه كذلك مثل ما فعل من هنا، سيفعل كذلك من هنا. لاحظوا جيدا، عفوا، ها هو أمامكم يدور هكذا. يعني كم يدور يقطعه من مرة؟ ها هو حل، مثلا لما يكون هنا يكون كذلك هنا حل، هنا كذلك. إذا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر طنجونت يكون كم من حل؟ لاحظوا يوجد حلان مهما كان، يقطع حل هنا وحل يرافقه هنا، حل هنا. إذا لأن ها هو مركز التناظر، هو هذا هو مركز التناظر. كذلك عندنا لما يكون من هذا المكان ويكمل المسير بهذه الطريقة، يعني مجرد مدور هكذا، كم يقطعه؟ قطعه مرة من هنا ومرة كذلك من ماذا؟ من هذا المكان. لكن لا تنسوا أنه كذلك بما أنه مستقيم يمكن أن يقطعه في هذا المكان هنا، وماذا؟ وفي هذا المكان كذلك بالتقريب، يعني لما نرسم. أما في هذا المكان الذي بقي لنا من هنا إلى غاية هنا، وكذلك من هذا المكان اللي هو من هكذا وأكمل سيره، لا يوجد تقاطع أصلا. اللون الأحمر فيه تقاطع إلى غاية هنا، من هنا إلى غاية هنا، والباقية باللون الأخضر لا يوجد لنا تقاطع. يعني كأنما نتحدث عن تونجونت، لأن قلنا إيجريك يساوي لنا آم إكس زائد ماذا؟ زائد 1، وهذا يمثل ماذا قلنا؟ التونجونت، يمثل التونجونت الزاوية، الزاوية إذا قلنا الزاوية هي الألفا. هكذا أبنائي، يعني إذا كان هنا كم؟ 4 حلول، 1 هنا، 1 2 1 2. إذا كان في هذا الأمكنة لا يوجد حلول، من غاية ماذا؟ من غاية 1/5 إلى غاية زائد ما لا نهاية هنا لا يوجد حلول. هذه يعني من أصعب المناقشات البيانية، إلا أني أتمنى أن قد أعجبكم الشرح. وفي الأخير زوروا صفحتنا على الفيسبوك اللي هي للأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.